عندي دراهم للوالد وقد مضى عليها الحول وأخرجنا الزكاة منها، وهذا العام قد التمسنا مسجدا يبنى وأردنا وضع ذلك المبلغ في المسجد، ولكن بعد شهر شوال، فهل نخرج زكاة ذلكم المال أم لا جزاكم الله خيرا؟ هذا المال إذا كان مرصودا من أجل إنفاقه في وجوه البر فإنه لا زكاة فيه، أما إذا كان هذا المال باقيا على ملك صاحبه وحال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فإنه يزكى إذا تم عليه سنة، تخرج زكاته وهي ربع العشر. أما إذا كان مرصودا لانتظار مشروع خيري تبرع به صاحبه مشروع خيري، أو هو غله من وقف في وجوه البر أو وصية في وجوه البر، فهذا لا تجب فيه الزكاة لأنه أصله معد للإنفاق في وجوه الخير. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.